بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ودلوقتي بفضل الله هنكمل على آخر حاجة وصلنا ليها. احنا كده يعني زبطنا جامد في الأداة دي. خد بالك الأداة دي هتريحك جدا، هي كلمة ورد غطاء زي ما بنقول بالمصر، كلمة ورد غطاء. خلاص ران ودي لي الجملة. خلاص ران، خلاص ما تشغلش بالك بحاجة. جدتك خلاص اديني الجملة وانا ابعت لك جدول فيه الحاجة. خلاص خدت بالك. المهم نيجي هنا بقى هنعمل حاجة تانية بنحتاجها كتير، وبعدها ان شاء الله نبدا نظبط بحيث ان لو حاجه احتاجناها بعد كده ان شاء الله باذن الله هنطورها بعدين. يعني المهم هنا انا بحتاج دايما ان انا اعمل اوتو نمبر. يعني ايه اوتو نمبر؟ بحتاج اجيب الرقم اللي عليه الدور، رقم الموظف اللي عليه الدور، رقم المنتج اللي عليه الدور الى اخره. في اسلوب تاني في الداتابيز اللي هو ان انت بتعمل الاوتو انكريمنت ده جاهز، مفيش عندي اي مشكله، عايز تعمله كده براحتك، عايز تعمله كده براحتك، ولكن احنا هنعملها هنا على اساس لو احتجناها هنلاقيها. خلاص انا هعمل هنا ديف، تمام، هعمل داله اسمها اوتو اندرسكور نم، يعني هات لي الترقيم التلقائي. هتاخد منك حاجتين، التيبل نيم اهو، تيبل نيم كوما، وهتاخد منك الكولومن نيم. كولومن خلاص هاخد انا منك اسم الجدول واسم الحقل، واعمل لك ترقيم تلقائي واقول لك اتفضل يا باشا الترقيم التلقائي اهو. ماشي. لما تيجي بقى انت تعمل حاجه والحاجه دي مرتبطه بشغلك، بتسهل على نفسك باللي انت سهلت بيه قبل كده. بمعنى انت دلوقتي عملت حاجه اسمها جيت داتا بتسهل عليك. لما تيجي تعمل هنا الاوتو نمبر ما تعملش كل الهرمونات دي تاني بقى. خلاص انت هتستخدم الجيت داتا على طول. عرفت؟ يعني انت بتعمل حاجات تسهل بيها على نفسك، فلما بتحتاج الحاجات دي جوه نفس الاداه بتسهل على نفسك بيها في نفس الاداه. خلاص فهاجي هنا هقول له ايه؟ هقول له بص، اول حاجه انا هعمل متغير اسمه تي بي ال. التي بي ال ده بيساوي جيت داتا يا باشا على طول، جيت اندر سكور داتا اهو، وبدي له هنا ايه؟ الجمله بتاعتي. بس ايه هي الجمله بتاعتي؟ زي ما طبعا انت كده كده المفروض مذاكر سيكوال لما شبعان. اقول له سيلكت، تمام، ماكس لايه؟ لاسم عمود هحطه لسه، زائد واحد وتو نمبر بقى. ماشي. از ادي له اسم نم عشان انادي عليه بعد كده. فروم اسم الجدول بس كده. اجي هنا اعمل اتنين دبل كوت واعمل اتنين بلس عشان ادمج يعني، واجي هنا احط الايه؟ التيبل سوري الكولومن، واجي هنا في الاخر تمام ازود عليه التيبل بس كده. انت جبت الريزلتس او الجدول اللي هو شايل الترقيم التلقائي، تمام. طيب انا اعرف منين مظبوط او مش مظبوط؟ هو عشان يبقى مظبوط لازم يبقى الطيب ليست، ولازم يبقى اللينجث بتاعته اكبر من الصفر. فانا هقول له هنا ايه؟ هقول له اف لو لقيت الطيب بتاعه، الطيب بتاع ايه؟ بتاع تي بي ال اهو، تي بي ال، لو لقيته بيساوي، لا بقول لك ايه، بص حركه. طيب طيب اوف، ايه رايك؟ حلوه دي، ها شغل دماغك يا ريس. ادي اند ماشي، وكمان يكون اللين بتاعه بتاع ايه؟ بتاع تي بي ال يا ريس. ادي يكون اللين اكبر من الصفر بس. في الحالتين دول اشتغل، سواء بقى رجع بنال او ما رجعش بنال. ماشي. بحيث ان انا هاجي هنا هقول له ايه؟ هقول له إلس. إلس يبقى حصل ايرور، إلس ريتيرن ايرور لو سمحت. ريتيرن، شوف بقى ريتيرن ايرور، ريتيرن زيرو، ريتيرن فاضي، يعني شوف انت عايز تبعت ايه. انت ممكن تخليها ريتيرن زيرو ولا حاجه، واخد بالك؟ ممكن تخليها ريتيرن ايرور زيرو، على اساس ان انت لو بتعمل عمليه معينه يعني، او حاطط اداه ما بتقبلش غير ارقام او الى اخره، ما يحصلش معاك مشكله يعني. خلاص خليها زيرو خلاص. المهم يا ريس هاجي هنا بقى
الشغل بتاعي عباره عن ايه؟ بص، حاجه من اتنين، لا اما الجدول ده مفهوش ولا صف، وفي الحاله دي الماكس هترجع لك بايه؟ هترجع لك اصنام وكل حاجه، وهترجع لك بقيمه، بس هترجع لك بقيمه ايه؟ فاضيه نل. وده لو الجدول مفهوش ايه؟ ولا صف، لسه جديد نوفي مفهوش اي صفوف، ماشي. والحاله الثانيه ان الجدول يبقى فيه صفوف، وساعتها مش هترجع لك بنل، هترجع لك برقم، ماشي. فانت هتيجي هنا بقى تختبر الكلام ده. خلاص، انت اول حاجه اتاكدت ان التي بي ال ده عباره عن ليست، واللينجس بتاعته اكبر من الايه؟ اكبر من الصفر. فدخلت هنا بقى، هتقول له بقى اف، تختبر بقى، هتختبر تي بي ال. طبعا انت هنا شغال رينج، ها تي بي ال اول قيمه فيه، يعني كده كده الدوال التجميعيه طبيعي هتجيب لك ايه؟ هتجيب لك صف واحد. يعني انا لما اجي انده على الكاونت في السيكوال، كاونت ماكس صم الحاجات دي ايفج، بتجيب لك ايه؟ افريج. يعني كل ده بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك صف واحد فيه الناتج بتاعك. الا بقى لو انت عملت جروبنج، ودي حاجه ثانيه خالص مالهاش دعوه بيها دلوقتي. خلاص، المهم هنا بقول له ايه؟ تي بي ال اوف 1، يعني اول صف فيك في الرينج. ها، عايز هات لي ايه بقى؟ هات لي، انا هنا خد بالك انا بقول له از نم، الله يبارك لك ركز معايا، بقول له از نم، يعني خلي لي اسم العمود اللي جاي اسمه نم. خلاص، فاجي هنا طبعا خلاص احنا عرفنا ده بيجيب لنا ايه، هاجي هنا اقول له اللي اسمه ايه؟ هات لي اللي اسمه نم. اوكي، بعد ما تجيبه بقى يا ترى هو بنل ولا مش بنل؟ لو لقيته لا يساوي نل، تعالى بقى، لو لقيته لا يساوي نل اعمل له هو ريتيرن، اهو ريتيرن لنفس اللي انت اختبرته، تي بي ال اول صف اسمه ايه؟ الحقل اسمه ايه؟ نم، لان انت قلت له از نم جاي لك هو باسم نم بامرك انت، وانت المفروض عارف الالياس في السيكوال يعني. المهم إلس، لا إلس يبقى بنل بقى، معلش، يبقى في الحاله دي اعمل ريتيرن لايه؟ خد بالك، ما دام الجدول رجع لك بنل يبقى ما عملش ماكس، يعني معنى كده يا ريس، خد بالك من دي مهمه جدا، معنى كده ان هو ما فيهوش صفوف، يبقى الدور على مين؟ ايوه واحد بس كده، الموضوع في قمه السهوله بفضل الله، يعني ما فيهوش اي مشاكل خالص. احنا كده حتى الان الاداه دي اللي هي حسونه بي جي دي بي دوت رينج بفضل الله تسهل علينا اهم العمليات. يعني انت دلوقتي عندك الاداه اللي هيجي يستخدمها هينادي عليها طبعا في الاول، هيعمل لود ليها للمكتبه دي، بعد كده عايز يغير بقى اليوزر نيم براحته، هيخليه كده براحته، هيحط الباسورد داتابيز براحته، يحط الحاجه بتاعته ويروح عامل اوبن ويعمل كل التنفيذ اللي هو عايزه بقى. يعمل ايه؟ يعمل كل التنفيذات اللي هو عايزها. خلاص؟ وبعد لما يخلص تعمل ايه؟ تعمل كلوز. وبين الاوبن والكلوز يعمل اي عمليه هو عايزها. عايز تختصر عليه تعمل له انت اوبن وكلوز براحتك. انا ما عنديش اي مشكله. فاهم اللي انا اقصده؟ يعني انت تقدر تيجي هنا تعمل له اوبن في الاول وتعمل له كلوز في الاخر، تيجي هنا تعمل له اوبن في الاول وتعمل له كلوز في الاخر، على اساس هو لما ينادي ينادي على طول، يعني ما يشغلش باله بالاوبن والكلوز. عايز تعمل كده؟ ما عنديش اي مشكله، اهو يا عم ولا يهزك، اهو تعالى هنا قول له اوبن في الاول وكلوز في الاخر، ده للرن وللجيت ديت، قول له اوبن في الاول واقول له ايه؟ كلوز في الاخر. وهنا في الاوتو نم مش هتحتاج تعمل اوبن وكلوز، ليه؟ لان انت في الاوتو نم اصلا الجيت داتا بتعمل لك اوبن وكلوز، الجيت داتا بتعمل لك اوبن وكلوز، فانت مش محتاج تقول اوبن وكلوز لان الجيت داتا قايمه بالموضوع. خلاص، هي هتجيب لك البيانات بتاعتك وتعمل هي الاوبن والكلوز بتاعها، وانت تاخد بقى التي بي ال تمرمط بيه براحتك، تعمل بيه اللي انت عايزه. تمرمط بيه البيانات يعني اصلا. ماشي؟ بس فكده بفضل الله، يعني انت
براحتك بقى، كل لما بتحب تسهل بتسهل، كل ما بحب تطور بتطور بفضل الله. عايز تشيل الاوبن والكلوز وتستخدم اللي هو يعملهم براحتك، تمام كده؟ يبقى احنا كده بفضل الله مستعدين اننا نجرب هذه الاداة فيما بعد بفضل الله.